قول لي اشتغل فيه بقى على طول. قول لي يا نجمنا الكبير، بدايتك في التمثيل كانت ازاي؟ اكيد هي كانت رحله شاقه. بدايتك في التمثيل كانت ازاي؟ اكيد في لحضرتك رحله شاقه للوصول يعني. هل في كانت صعوبات بتواجهها كانت؟ ابدا. هو انا لما خدت الثانويه العامه كنت جايب مجموع صغير، ما كانش في كليه قبلاني. ف واحد صاحبي قابلته قال انا بشتغل ضابط امن وعمر خيام. تمام. قال لي النهارده افتتاح عمر الخيام. رحت عمر الخيام لقيت فنانين مصر كلهم. جميل. صورت معاهم وخرجت من اليوم ده مع صاحبي وماشيين في شارع المعهد السويسري في الزمالك، لان كان عمر خيام ده اسمه ماريو دلوقتي. تمام. اللي هو ماريو دلوقتي. ايوه. لقينا مكتوب يافطة المعهد العالي للتمثيل للفنون المسرحيه. الفنون المسرحيه. ايه المعهد ده؟ قال لي ده تمثيل، ده المعهد ده معمول علشانك. رحت تاني يوم اسال في المعهد، لقيت ايه؟ معهد عالي وبيقبل بالمجموع الصغير بس في امتحان. امتحان موهبه. تمتحن تنجح. اختبار موهبه. بس امتحنت وقابلت الفنان الله يرحمه هنا عبد الفتاح، وقال لي قلت له انا بقلد فنانين وبعمل كذا وبعمل كذا موهبتي. قال لي ده انت كده تسقط، تعالى معايا انا بعمل عيله مرزوقه فندم في شارع الشريفين وهديك ايه الادوار اللي تدخل بيها. اداني هاملت وهيمون. ياه. ان شاء الله. وشكلني شكلني الدورين ورحت امتحنت ونجحت. خدت 4 سنين المعهد. بقيت مؤيد عادي. ما شاء الله. ما شاء الله.